على كل حال نبدا بقى مع حضراتكم ونتكلم عن بقى ملفنا المهم كده، وبدايه استعداد الفريق لمرحله مهمه جدا زي ما كنا بنقول، سواء هنا بقى مواجهه بيراميدز وبعدها كمان الاستعداد لمواجهه كمان الدحيل في مونديال الانديه زي ما كلنا منتظرين، ودي المواجهه اللي اعتقد الملايين مستنيها. وكمان قبل ما نفكر فيه لازم يكون تركيزنا زي ما حضراتكم عارفين في مواجهه بيراميدز اللي هو الماتش اللي جاي يوم الثلاث باذن الله، يعني املنا كبير. وزي ما بيقولوا كده في ناس يقول لك الماتش ده لا بسيط، الماتش ده مش مهم، لا لازم الاهلي، وده اللي احنا متعودين عليه، الاهلي دايما بيركز، الاهلي مهما كان خصمه هو بيقدم افضل ما لديه. عارفه النقطه اللي اتكلمتي فيها دي بتلخص التكنيك العام اللي النادي الاهلي بشكل عام بيتعامل من خلاله مع الامور ومع كل المباريات بدرجات اهميتها المختلفه. النادي الاهلي دايما بيفكر في كل مرحله، يعني الماتش بماتش، وزي ما بيقولوا كل مرحله هو بيعيشها وكل تحدي هو الاقرب بالنسبه له، ده اللي بياخد الكم الاكبر من تركيز وانتباه اللاعبين والجهاز الفني وطبعا كل القائمين على المنظومه. ودي الى حد ما يعني او الى حد كبير الحقيقه شيء مظبوط جدا، الصح ان الواحد ما يشتتش تركيزه في اكتر من اتجاه، ودي واحده من اهم النقاط وعوامل النجاح الدائم للنادي الاهلي. ما عندوش حاجه اسمها مباراه لا سهله، لا الماتش ده مش مهم، لا مش فارقه، لا ما فيش حاجه اسمها مباراه مش مهمه او مش فارقه، كل المباريات من وجهه نظر النادي الاهلي مهما كان اسم الخصم وتاريخه هي مباراه مهمه. ما بالك بقى لما يكون الكلام على ان انت هتقابل واحد من الفرق اللي بتسعى جاهده ان هي تكون في المقدمه، اكيد الموضوع بيفرق كتير. انا بتفق معاك جدا، بيراميدز على الرغم انه لسه فريق يعني زي ما بيقولوا حديث العهد الا انه بيكون طموح ان هو بيظهر برضه ان هو يظهر قدام الاهلي وكل الفرق بشكل مختلف حقيقه، بس مش بيراميدز خلينا نقول بقى تحديدا اللي بيحاول يكون كده، كل الفرق بتحاول تظهر برضه يا كريم قدام الاهلي وتقدم كل ما لديها ان هي تظهر يعني ان هي في افضل حالتها. عشان كده احنا عايزين نرجع نقول تاني النتائج المتذبذبه لبيراميدز قبل مواجهه الثلاثه ان شاء الله ما اعتقدش ان هي ابدا هتاثر على لاعبينا، واعتقد زي ما احنا هناكد تاني كلامنا هيقدموا افضل ما لديهم ان شاء الله تكون في المباراه دي. لازم يقدموا افضل ما لديهم لان بطبيعه الحال دايما كل لعيبه النادي الاهلي عبر اجياله المختلفه بتلبسهم كده روح الفانيلا الحمراء اللي دايما بتقود الفريق للانتصارات مهما زادت الصعوبات والتحديات اللي امامه، وده ظهر بمنتهى الوضوح امام المقاولين العرب. يعني الحقيقه انه على الرغم من تاخر الفريق بهدفين وكتير جدا من الناس تصوروا ان المباراه انتهت على كده، الا انه كالعاده النادي الاهلي دائما ما لا يستسلم تحت اي ظرف واي قوه ودائما ما يقاتل حتى يصل لهدفه، وبالطبع هو ده النادي الاهلي. كلام محترم جدا زي ما احنا هنقعد نقرر، الاهلي ما بيعرفش المستحيل، الا ان كمان لو هنتكلم هنا عن باتسو موسيماني اللي اكد ان اهدار الفرص السهله في الشوط الاول امر يعني لابد من العمل عليه وعلى تفادي الخطا ده، ويمكن ده الماتش الاخير اللي احنا شفناه يعني، وهي حاجه كويسه على كل حال ان المدير الفني بيكون عارف ان هو محتاج يصحح ايه ويشتغل على ايه، وده يمكن اللي لاحظناه برده كتير جدا في المؤتمرات الصحفيه اللي بتكون تابعه للماتشات، دايما موسيماني يعني زي ما بيتحدث على نقاط القوه في الماتش لا هو بيبقى حريص كمان ان هو يتكلم عن نقاط الضعف اللي حصلت وما بيبررش خلي بالك كمان صحيح. هو دايما طبعا. صريح طبعا. يعني فالحديث عن الاخطاء دي كده اعتقد ايجابيه جدا وبدايه كمان المشوار للنجاح، فيعني بجد كل الاحترام لهذا المدير الفني الصريح خلينا نقول. دايما دايما عنده الحته دي عاليه قوي، دي سمه مميزه جدا جدا لبيتسو موسيماني وحاجه في منتهى الايجابيه عنده الحقيقه، انه دايما بيشرح اوجه القصور، ما بيكابرش، ما بيعاندش، دايما يقول المشكله فين في حال وجود مشكله، ودايما بيقول هيشتغل على ايه وهيصلحه ازاي، وطبعا احنا اكيد بشكل عام عندنا تحديات مهمه جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله.